نشد المواطن فرحان إبراهيم من أهالي قضاء بيجي والذي كان منتسبا سابقا في وزارة الدفاع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش للنظر بقضيته وإعادة حقوقه بعد أن تفاجأ بأنه شهيد خلال مراجعته لإجراء معاملة للعودة إلى الخدمة. أناشد وزير الدفاع وأناشد رئيس أركان الجيش وأناشد كل مسؤول شريف بأن ينظر إلى قضيتي وهي أنا داومت فوج سامراء 2004 عند الدوام أتى اسمي قيد راتب. يعني وقفوا راتب. وقفوا راتب وقيت الدوام 4 أشهر بدون راتب، تركت الدوام رغما عني لكون الظروف صعبة. عند العفو صدر عام 22 الشهر العاشر، قدمت عن طريق عمليات صلاح الدين وإذا باسمي شهيد منجز. يعني انت شهيد حي. السيد وزير الدفاع، السيد رئيس أركان الجيش، انا المتكلم شهيد حي. هل يجوز هذا يا مسؤولين؟ أناشدكم باسم الإنسانية.